مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج سعادتك معانا. سعدنا ان نرحب بضيوفنا النهارده نماذج مشرفه للست المصريه، الاستاذه رقيه خبيره العنايه بالشعر، وداليا 13 سنه. اهلا بك يا استاذه رقيه. اهلا بيك. اهلا يا داليا. اهلا بيك. موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن ازاي تشتغلي على نفسك، وازاي لو عندك شغف او حب لاي مجال بعيد عن دراستك تحققي فيه نجاح وتشتغلي بيه بعيد خالص عن ان انت تهتمي بس بالدراسه حتى لو ما اشتغلتيش فيها. اهلا يا رؤية. اهلا بيك. استاذه رؤية، ايه علاقه شغلك بمجال عملك؟ انا خريجه كليه اثار، ليسانس اثار، معايا ليسانس اثار جامعه القاهره، وملوش علاقه خالص بشغلي. شغلي بداته تقريبا من 3 سنين. كان عندي شغف بالموضوع في الاول من وانا صغيره، حابه الموضوع بتاع التجميل، اي حاجه فيها فن. بحس ان مجال التجميل هو مجال بتطلع فيه طاقه فن، بحس ان انا يعني برسم لوحه. انا متخصصه في مجال فرد الشعر بالبروتين والفيلر والبوتكس. بفرح جدا لما بحول شعر كيرلي قوي او شعر افريقي، بيبقى مسبب لصاحبته نوع من الضيق النفسي، بتبقى حالتها مش حلوه. لما انا احول الشعر دوت لشعر انسيابي بيلمع فيه كله طراوه وحيويه، هي نفسها يعني انا عايزه اقول لحضرتك بعد الجلسه انا كتير قوي بيحضنوني حضن جامد جدا، على فرحتهم ان هم فعلا مش مصدقين. يعني بيبقى عندهم عقده، في فعلا نماذج انا قابلتها عندها عقده من شعرها. فانا حابه المجال، بطلع فيه، بحس ان انا برسم لوحه وانا بشتغل. ليه طيب رؤية ما اشتغلتيش في مجالك اللي هو الاثار؟ مجال الاثار انا حبيت الدراسه في الاثار، لكن انشغلت بعد الجواز بالاولاد والبيت وفضلت ان انا اكون معاهم. كمان انا بحب الشغل اللي فيه اكتيفيتي شويه، فيه مهارات. ما حبيتش ان انا اخش في المجال الشغل الاداري، في ان انا اكون مفتشه اثار. احكي لنا يا رؤية عن البروتين نفسه اللي هو بعبع، كل الناس بتتكلم عنه انه لا نبعد عنه، لا مدمر للشعر. احكي لنا بقى، هو فعلا كده ولا لا؟ هو بعبع للناس اللي هتستخدمه غلط، الناس اللي هتطبقه غلط هيبقى في بعبع منه. في منتجات برضو بتكون بعبع، يعني اللي هي فيها فورمالين، المنتجات اللي هي ذات الاحماض العاليه، التطبيق نفسه ممكن يكون غلط فيضر. فعلا في ناس كتير عندها دلوقتي موضوع البروتين والفرد بالبروتين او اي مشتقات منه، ان هو بعبع، لان هم فعلا حصل لهم مشاكل كتير منه. بس المشاكل دي طبعا بتبقى عن طريق تطبيق غلط، منتج غلط. كل شعر بيبقى ليه المنتج المخصص ليه، طبيعة كل شعرها بتختلف من واحدة للتانية. ما ينفعش ان انا اجيب منتج مخصوص لشعر افريقي سميك، شعرية كثيفة مسامها مغلقة جدا، زي شعرية مسبوغة وضعيفة هستعمل لها نفس المنتج. فكل شعر بيبقى ليه المنتج المخصص. حضرتك الصورة دي ممكن توضح لنا بس ايه اللي فيها؟ ده شعر، دي عروسة الحمد لله يعني جات لي من السويس. تمام. متابعة معايا بقى لها شهرين، متابعة حالة شعرها معايا بقى لها شهرين. الشعر زي ما حضرتك شايف هو كيرلي هايش، هو شعرها خفيفة بس طبعا زي ما انت شايف هايش، في كسرات، مقصف طبعا زي ما انت حضرتك شايف، يعني تحس ان البروتين بيبقى زي السحر فعلا، بيختلف جدا شكل الشعراية قبل وشكل الشعراية بعد. قولي لي، شعري في اي وقت من الاوقات انا ممكن اشتغل عليه بحاجات طبيعيه ويبقى ناعم طويل قبل البروتين او بعد البروتين؟ نشتغل على شعرنا بحاجات طبيعيه طبعا. الاساس في 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 طبيعه وصحه الشعرايه هو البصيله. البصيله لو هي متغذيه، هي قويه، هي بنهتم بيها بالفروه، هي اساس كل المشاكل اللي بتيجي بعد كده. انا اهتميت بالفروه واهتميت بالبصيله، هلاقي ان شاء الله مفيش اي مشكله.
إيه طيب معلش نفصل يا رؤية، يعني ايه اهتم بفروة راسي؟ اول حاجة واهم حاجة دايما يعني عايزين دايما وانا بشتغل بتكلم مع الكلاينت معايا عن الروتين اللي هي بتعمله في شعرها. فطبعا ليه؟ لان انا عارفه ان احنا كلنا بنستخدم روتين غلط. انا لما دخلت المجال وبدات اخد كورسات وعرفت كتير جدا. يعني انت ما اشتغلتيش بس علشان انت حابه، لكن درستي كمان وعلشان تقدري توصلي لاكتر لخبره كبيره في المجال. اكيد طبعا، يعني انا اشتغلت علشان حابه الموضوع وبدات ان انا اطور من نفسي علشان انا احب لما اشتغل حاجه اشتغلها صح. يعني انا يعني انت يا رؤية تقدري تنصحي اي حد لو هو حابب مجال معين في اي في 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 بشره، في تفصيل، في اي اكتيفيتيز ممكن تعملها ان هي تقدر تشتغل على نفسها وتحقق بيها مجال، تحقق بيه عائد مادي لنفسها؟ اكيد، يعني انا شايفه ان السوشيال ميديا دلوقتي هي اكبر نموذج لدوت. احنا كتير جدا بنلاقي جروب مثلا تعليم كروشيه، جروب لتسويق منتجات كروشيه، ستات من بيوتها زيي بيبقى عندهم شغف لحاجه وبيبداوا ينموه وبيبداوا كمان ان هم يستفيدوا منه، يطوروا من نفسهم ويستفيدوا منهم، بيرجع ليهم بقى عائد مادي برضو. نفسيا هي بتبقى مبسوطه وفرحانه ان هي بتعمل حاجه هي بتحبها. تمام. ففي نماذج كتير جدا، يعني زي الكروشيه، في ناس بتحب الطبخ بدأت تعمل طبخ وتوصيل للمنازل، في ناس حابه مجال الشعر زي كتير جدا، في مجالات كتير جدا. يعني الكل دلوقتي بيحاكي الحاجات ديت على السوشيال ميديا والكل بيبدأ فعلا يدور، يعني لأن الظروف الاقتصادية ناس كتير قوي بتشتكي من الظروف الاقتصادية، فناس كتير بتبدأ تطور من نفسها هي حابة ايه وبتبدأ تدور على مجالات تشتغل فيها. فأنا بنصح أي حد عنده أي موهبة أي حاجة بيحبها إن هو يشتغل على نفسه فيها وإن شاء الله ينجح ويوصل إن شاء الله. ومعنا داليا النهاردة. بتحبي يا داليا، انت بتحبي التمثيل صح؟ اه. بتحبي حد معين في الممثلين؟ والله انا بحب الممثلين كلهم وبالاكتر يعني استاذ ياسر جلال. تمام. بتمثلي لحد معين ولا لا ولا اي حد، يعني بمثل لكله يعني. طب ممكن يعني مثلا نقول لك تخيلي كده لو باباك قال لك ما تمثليش، ما تروحيش المدرسه وضربك، ايه اللي ممكن يحصل لك؟ ممكن تمثلي الموقف ده لو حصل معاكي؟ اه هعيط وكده واقول له انفعل شويه. ماشي، يعني ممكن تخيلي نفسك في مسلسل وتعملي الموقف ده، ممكن تورينا؟ خلاص ماشي. ماشي اتفضل. انا اقول لبابا ان انا مش ان انا لا يا بابا انا عايزه اروح المدرسه والكلام ده. تخيلي بقى هو ضربك ومنعك وتروح المدرسه، ايه اللي ممكن يحصل معاكي وقتها؟ هعيط. طيب ماشي، تخيلي نفسك بقى في مسلسل، ورينا المشهد ده. بس انا يا بابا كنت عايزه اروح المدرسه وانا عايزه اروح المدرسه وكده، انا نفسي ان انا اروح المدرسه، نفسي ان انا اكمل تعليمي وعايزه اروح المدرسه. طيب هو منعك وضربك، ايه اللي هيحصل معاك؟ قولي لي يا حبيبتي، انت اصلا بتحبي التمثيل؟ يعني لو انت متخيله نفسك دلوقتي معايا وحابه تاخدي اي دور في يعني انت خدتي دور اي نجمه في التلفزيون، تعرفي تقلديها؟ اه. طب يلا كده ورينا احسن حد حبيتيه وحبيتي او احسن دور حبيتي تقلديه لاي حد. هو عامة ما فيش دور يعني ان انا امثلها. في مشهد معين حاجه بتحبي تقوليها دايما؟ طب انت اتفرجت على مسلسل الاسطوره؟ اه اتفرجت عليه. طيب شفتي تعرفي تمثلي لنا حلقه من دي لما مراته عرفت ان هو اتجوز عليه وكده؟ اه. طب ماشي ورينا الدور ده كده. لو انا هنفعل عليه واقعد اعيط وكده. ماشي، تخيلي نفسك في الموقف بقى. انت بتحبي التمثيل اصلا يا داليا؟ اه بحبه. جميل. طيب انت جميل قوي ان انت النهارده مش عارفه تمثلي معانا. داليا انت طبيعيه قوي ومكسوفه. اي دور بيجي لها بتقوم بيه، ما ينفعش تبقى مكسوفه. انت تخيلي نفسك وانت شغاله وده شغلك وتفرض عليك،
ورجعنا لكم تاني ومكملين ومعانا الأستاذة سارة الباجوري خبيرة العناية بالبشرة. أهلا يا سارة. أهلا بيك أستاذة سارة. قولي لنا إيه مجال شغلك بمجال دراستك؟ تمام. هو أنا أصلا خريجة تجارة إنجليش. مجال شغلي عناية بالبشرة، ملوش أي علاقة ببعض، بس هو السكين كير بالنسبة لي أو العناية بالبشرة هو شغف أكتر ما هو دراسة. يعني أنا حبيته ودرست فيه وأخدت فيه كورسات ودبلومات اكتر ما هو دراسه، يعني ملوش اي علاقه بدراستي. قد ايه الوقت اللي انت خدتيه في دراسه شغفك وحبك لمجال البشره؟ لا مفيش قد ايه، احنا العنايه بالبشره بنبدا وكل ما هو جديد احنا بنتطور، طول ما احنا عايشين بندرس، وطول ما هو بيطلع فيه حاجات جديده بنزود، وطول ما بيطلع ماتيريال جديده بنقدر ندرسها اكتر عشان اقدر افيد اللي قدامي بشكل احسن. احكي لي بقى ازاي اهتم ببشرتي واوصل بيها للنتيجه ان هي ان انا ابقى ناتشرال. تمام. حلو قوي. ان انا اهتم ببشرتي دي في ثلاث خطوات، يوميا وفي خطوه واحده اسبوعيا وفي خطوه واحده شهريا. يوميا انا لازم اشرب 2 لتر ميه. تاني حاجه لازم اكل طبق سلطه كويس جدا جدا فيه كل العناصر اللي بشرتي بتحتاجها كده، البشره من جوه بالظبط. تالت حاجه الروتين اليومي اللي هو عباره عن غسول وطانر ومرطب. في حاله ان انا هوقع اي حاجه من الثلاثه دول الثلاثه باظوا، هي منظومه. قولي لي طيب، غسول وتونر وغسول والتونر ومرطب البرودكت اللي موجوده في السوق كتيره، ازاي انا اختار المنتج اللي يناسبني من غير ما اجيلك او اني اعرف نوع بشرتي؟ حلو جدا. يبقى انا بدايه لازم اعرف نوع بشرتي قبل ما اختار اي برودكت، انا لازم اعرف نوع بشرتي ايه. ازاي؟ ان انا اعمل لها اختبار للبشره، ان انا اغسل بشرتي بالليل قبل ما انام، ولما اصحى الصبح اشوف بشرتي عامله ازاي. والله لقيت فيها دهون كتيره يبقى انا بشرتي دهنيه، لقيت دهون في منطقه التي زون يبقى انا بشرتي مختلطه، لقيت ما لقيتش اي دهون خالص يبقى انا بشرتي جافه. فده بيخليني اولا احدد نوع بشرتي، بعد كده ابدا ان انا احدد لها الروتين المناسب ليها. انا دلوقتي بتابعك على الفيسبوك وعلى الانستجرام. تمام. حبيت ابعت لك صوره وشي. تمام. وهو نظيف اول ما غسلته. حلو قوي. تقدري تحددي لي بقى عن طريق من غير ما تشوفيني انا بشرتي نوعها ايه واستخدم لها ايه؟ انا هقول لك ستبس تمشي عليها انت اللي هتحددي. يعني مثلا اول ما نصحى من النوم الصبح لو احنا غاسلين وشنا كويس وجبنا منديل حطيناه على وشنا طلع كل دهون يبقى انا كده بشرتي دهنيه. والله حطيت المنديل على وشي طلع التي زون بس او المنطقه المختلطه بس، الانف بالجبهه بالدقن دهون بس، يبقى انا بشرتي مختلطه. ما طلعش دهون خالص وانا اصلا بشرتي بتخطط من اقل تعبير يبقى انا بشرتي جافه. طيب البشره دي حاجه ممكن يبقى فيها تحسن مع ان انا براعيها بتعامل معاها كويس فعلا بتتحسن وبتتغير؟ اه طبعا طبعا. هو بس السكين كير مختلف في بوينت واحده، ان انا ما اقدرش اقول انا عايزه اهتم ببشرتي عشان ما يطلعليش تجاعيد. انا مش هيطلع لي تجاعيد في حاله ان انا مت، طول ما انا عايشه لازم يطلع لي تجاعيد. وطول ما انا بهتم ببشرتي التجاعيد هتظهر بس متاخر شويه، وهتطلع بطريقه مش اللي هي تجاعيد عميقه جدا وتجاعيد باينه حتى لو انا مش بعمل اي تعبير ببشرتي. ومعانا مداخله لحضرتك. الو. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم؟ ممكن نسأل سؤال على البشرة؟ مين حضرتك؟ وفاء. ماشي يا أستاذة وفاء، اتفضلي حضرتك اسألي. ايه طب أنا عايزة، أنا فرحي فاضل له أسبوعين وكنت عايزة ماسك في البيت طبيعي أحضره في البيت وأعمله. اتفضلي حضرتك. طيب انا مش برجح ابدا ابدا ماسكات البيت. ماسكات البيت دي بتعمل مشاكل كتيره جدا جدا جدا. زي مثلا انا عن نفسي كنت بستخدم سن المراهقه مصر ماسك الزبادي بالعسل وحاجات كده، كان وشي كله بيطلع له حبوب. مع الوقت اكتشفت ان انا عندي حساسيه من اللبن. ماسك الليمون، مع الوقت اكتشفت ان انا عندي حساسيه من الليمون. فانا مش برشح ماسكات البيت ابدا. بشرتك جافه تروحي تجيبي لها ماسكات كريمي من الصيدليه. بشرتك مختلطه تجيبي لها ماسكات بتناسب البشره الدهنيه والمختلطه والجافه سوري، واعملهم في البيت. بشرتك دهنيه بتجيب لها ماسكات بتناسب البشره الدهنيه. يعني تقصدي ان الخلطات اللي احنا بنعملها كتير دي؟ بلاش. طب انا واحده من الناس اكتشفت ان انا فعلا ما بقدرش احط على بشرتي عسل، بس بطلته، بس بقيت استخدم برضو الترمس.
بالظبط. يعني ما هو هي بتحتاج وقت وبتعمل مشاكل مع البشر. بس لو في حاله ان انا يعني مش بنزل الصيدليه اشتري اي كريم، بعتمد ان انا استخدم حاجات طبيعيه، ابتدي بقى ادور بشرتي بتعمل تحسس من ايه؟ هي اصل الماسكات اللي بتتعمل على البيت في البيت بيبقى فيها كذا منتج في بعض، فعلا. فممكن المنتجات لما انا اخلطهم كذا منتج في بعض يعملوا افكت او تاثير على بشرتي عكسي جدا في حاله ان انا ما استخدمتش اي حاجه غلط. كلامك جميل قوي واول مره اسمعه. بالظبط فعلا بالظبط، لان كل الماسكات كل الماسكات اللي في الصيدليات عامه بيكون فيها مثلا لاكتك او مثلا حمض اللبن، بيكون فيها مضاد فعلا لالتهاب حمض اللبن، بيبقى هم عاملين نسب متركبه حاجات كويسه جدا ومش كلها اسعار غاليه. كلامك ده خلاني اسالك على دراستك فعلا اللي انت درستيها ووصلتك للمعلومات الابديت الجديده جدا دي. انا اخده كورس تشريح في اوكرانيا، هو تشريح للبشره عامه، ان انا اعرف طبقات البشره ايه وبتتكون من ايه، ولو حصل قدامي اي مشكله في البشره ازاي اقدر اعالجها. تاني حاجة درست في أكاديمية كده في لبنان برضو سكين كير، وفي مصر أخدت كذا كورس مع كذا حد يعني أنا بحبهم جدا. طبعا ده بيقول لنا أن أي حد فعلا عنده شغف أو حب لأي مجال مجرد ما بيشتغل عليه ووقت مهما كان الوقت فعلا بيوصل لنتيجة ممتازة وهايلة حتى لو كان بعيد عن شغله. احكي لنا تاني إيه أسباب مشاكل البشرة اللي هي الغمقان، البثور اللي بتطلع، الحبوب، ايه؟ الاول حاجه، اول مشكله بنواجهها في البشره هي الحبوب، حبوب المراهقه. البنات اول ما بتوصل لسن المراهقه بيطلع لها حبوب هرمونيه، اللي هي مثلا اوقات بقى اوقات معينه في الشهر حبوب من منتجات معينه. طيب الحبوب دي اسبابها ايه؟ اسبابها ان هي بيبقى عندها لخبطه في الهرمونات في الفتره دي، ومع الوقت اللخبطه دي طبعا بتخلص. فبعد كده الحبوب بتعمل تصبغات. ليه بتعمل تصبغات؟ عشان البنات ما بتسكتش عن الحبوب، تفضل تحط ايديها عليها، تقشر الحبايه، تفضيها، تعملها بصبع، ده طبعا حاجه مرفوضه تماما، فبتؤدي بعد كده انها تعمل تصبغ مكان الحبوب دي. بعد التصبغ بتبقى المشكله الاكبر اللي هي البثور او الاكني سكارز زي ما احنا بنسميها، او علامات الحبوب اللي هي بتبقى ندبات. فالندبات دي اخر مرحله في تشوهات الحبوب، طبعا دي بتبقى لازم تدخل طب جلديه، دكتور جلديه اولا، وبعد كده بتلجا لنا احنا، لان هي بتوقف عمل الحبوب ده اول حاجه، وبعد كده بتلجا لنا فان احنا بنحل لها المشكله دي. يعني انا في البيت بس وظيفتي ان انا اغسل وشي، ارطبه، احط تونر. بالظبط، انا بغسل وشي على طول. وانس لقيت حبايه ما اتعاملش معاها، لان اثرها هيبقى اكتر بكتير لو انا اتعاملت معاها بطريقتي بقى، نزلت الصيدليه جبت اي حاجه وحطيتها فتحتها، الكلام ده طبعا نبطله خالص. هو في قاعده ثابته للحبوب بتبقى ليها مراهم او جل في الصيدليه اسمه انتي بكتيري. الحبوب دي عباره عن ايه؟ عباره عن بكتيريا. فاحنا مهما اتكلمنا في قصه الحبوب هي ليها قاعده ثابته، لازم انتي بكتيريا اللي يتدخل في الموضوع. انتي بكتيريا ده هل انا اقدر اخده من نفسي؟ لا طبعا، لان انا اللي بيحدد لي الجرعه دي الدكتور، يا اما باخدها على هيئه برشام تابلت، يا اما باخدها على هيئه كريمات موضوعيه او جل اللي هي الانتي بكتيريا. فالحبوب انا ما اتصرفش بيها لوحدي ابدا. تمام. وبعد كده تحبي بقى تقولي لي ايه؟ انا في الطبيعي انا جيت لك واعتمدت ان شهر مثلا بيجي لك مره كل شهر، حلو، وعرفت انا بقى بعمل ايه طول الشهر؟ بقى انا بعمل ايه؟ بتعامل مع وشي ازاي؟ انا طول الشهر بتعامل مع وشي ان انا الصبح اغسل، بعد كده احط تونر. تونر ليه؟ عشان يعادل حموضه البشره. هو ربنا خلقنا حموضه البشره بتاعتنا 5.5 5.5، مع الغسول بتتحول لبشره قلويه تظهر فيها مشاكل. فانا لما بحط التونر بيعدل لي حمضيه البشره، ده اولا الغسول اولا، تاني حاجه التونر، تالت حاجه المرطب. الحاجات الشائعه جدا اللي بتزعلني قوي، ناس تقولي لا انا بشرتي دهنيه مش هرطب. لا رطبي، لان انت بشرتك دهنيه محتاجه انك ترطبيها عشان تعدلي البالانس بتاعها او تعدلي دهونها، او ما تديش بشرتك فرصه انها تفرز دهون كتيره جدا عشان ترطب نفسها. اوكي، تاني حاجه الناس اللي بتقولي برضو انا ما بستخدمش غسول الصبح ليه؟ ما انا بغسل بالليل فبقوم الصبح بشرتي كويسه. لا، انا بشرتي بتفرز كل سمومها وانا نايمه، فوانس ان انا بصحى من النوم بلاقي بشرتي بتبدا تتنفس السموم دي تاني، فانا عملت ايه؟ انا ما عملتش اي حاجه.
ما ينفعش بني ادم يعني ما ينفعش بني ادم يتقيأ شيء ويرجع ياكله تاني، طبعا هيبقى مضر جدا بالنسبه له. ده اولا، ده يوميا. اسبوعيا لازم اعمل روتين اسبوعي، نفس الروتين اليومي بالظبط بس ادخل فيه ماسك او سيروم، تمام. وروتين شهري اللي هو بقى اعمل جلسه تنظيف عميق، ده على اي على على في اي مكان متخصص بعنايه البشره، عشان احنا بنستخدم البخار غلط. كلامك جديد وجميل وهايل جدا بصراحه. انت النهارده قلت لنا كلام ومعلومات على قد ما هي قصيره على قد هي فعلا مفيده قوي. احنا حابين نسمع منك اكتر طبعا. تحبي تقولي ايه تاني؟ انا بصراحه يعني ان انا اقول لك سؤال معين مش قادره، عايزه اسمع منك اكتر. اتفضلي. طيب انا عايزه برضو اتكلم في حاجه مهمه قوي بالنسبه مثلا للهالات السوداء. ناس كتير قوي بتكلمني انا عايزه احلل الهالات. الكلمه دي غلط. انا ممكن اقول لك حطي اي كريم للهالات تحت عينيكي، الهالات دي بتبين لي ان انا عندي مشكله جسديه، يا اما نقص حديد، يا اما نقص زنك، يا اما عندي مشكله في الكبد، يا اما عندي مشكله في الكلى. فمعنى ان انا اقول لك استخدمي كريمات تضيع الهالات، انا الكلام ده غلط، انا هتحاسب عليه طبعا. انت مجهودك وفلوسك في الارض، ده غير ان انت نفسيتك بتسوء لانك ما بتعالجيش السبب الاساسي. لما انا مثلا بيطلع لي هالات سوداء او بيطلع لي حبوب وانا بعد ما عديت سن المراهقه، يبقى الموضوع ده ليه سبب داخلي، لازم اروح لدكتور جلديه هو يحدد لي السبب ده ايه. دكتور الجلديه بيخليني اعمل تحاليل، بيخليني اعمل صوره دم، بيفهم منها ايه اسباب الهالات. لما باخد الفيتامينز بتاعتي واعلي نسبه الفيتامينز في جسمي اللي بتسبب لي الهالات، كريمات بتجيب نتيجه جدا، وممكن كمان من غير كريمات اجيب نتيجه كويسه جدا. فدي اكتر سؤال انا كنت محتاجه اتكلم فيه النهارده، لان موضوع الهالات دي مشكله شعب مرعب. استاذه ساره، عشان وقت الحلقه بس، تحب تقولي ايه لاي بنت عندها اي مجال غير تخصصها الدراسي؟ هو التخصص الدراسي مش معنى ان انا مثلا درست في كليه تجاره ان دي خلاص هي الدنيا وقفت عند التجاره، ما لقيتش نفسي فيها انا هوقف نفسي. لا، لازم الاقي الباشن بتاعي فين واجري ازاي، اجري ورا حلمك. انا حياتي فين وبحاول يعني الحاجه اللي انا بحبها فين، بحاول ان انا اعملها عشان اعملها بحب كمان. استاذه رؤية نورتينا، استاذه ساره نورتينا النهارده. والله الحلقه كانت روعه وجميله بكلامكم التحفه. ومن هنا بقى بقول لاي ست تحب تشتغل على نفسها في اي مجال، ان مجال العمل مش بيقف بس خالص على دراستك، انت من حقك تشتغلي ومن حقك تدخلي عائد مادي ومن حقك تحبي حاجه وتنفذيها. وادي نماذج معانا مشرفه اهي، وما شاء الله شغالين وزي الفل. فاي حد بيحب حاجه يعملها، وان شاء الله لما بيشتغل عليها بتجيب نتيجه زي الفل ان شاء الله. نورتونا يا جماعه. ميرسي. اهلا. شكرا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.